بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. قصة السفاح ريتشارد راميرز المتعقب الليلي. ريتشارد كان الأخ الصغير لأربع أخوات، أبوه وأمه مهاجرين من المكسيك لأمريكا. أسرة فقيرة جدا، مجتهدة، بتعافر في بلد غريبة. يمكن للسبب ده أبوهم كان بيضربهم لأقل الأسباب، أو يمكن هو كان عصبي بطبيعته. إنما غير العنف اللي ريتشارد تعرض له والفقر كمان، كان الحي اللي عاشوا فيه مليان جريمة ومخدرات، وعشان كده اتعرض لإصابة جامدة جدا في راسه لما كان عنده سنتين واحتاج ل 13 جرزة، ولما كان عنده 5 سنين اتعرض لإصابة تانية في راسه، ومن وقتها ولسنين كتير كان بيعاني من نوبات صرع. لكن لما بقى عمره 10 سنين ابن عمه رجع من فيتنام ووراه صور زمايله صورنها له وهو بيعذب فيها وبيختصب وبيقتل الفيتناميين. مش بس كده، ده علمه الهجوم على الضحايا من غير ما ياخدوا بالهم، وكمان تقطعهم بالسكينة، وفهموا ان دي متعة. لو ايه بقى خلاه يدمن المخدرات. اما الحدث الاكبر هو ان ريتشارد نفسه شاف مايك وهو بيقتل مراته. ريتشارد حس بفرحة رهيبة جدا من منظر الدم. من الواضح انه في المرحلة دي ما بقاش طفل سوي ابدا، والمشهد اتحفر في دماغه، وفي المستقبل هيتكرر كتير. لكن اللي هيبقى البطل مش ابن عمه، جوز اخته كمل معاه المشوار، اخده معاه في جولاته الليلية اللي خلالها كان بيتلصص على جيرانه. علمه ازاي يدخل البيوت من غير ما حد ياخد باله، عيلة تشرف بصراحة. اما ريتشارد نفسه بقى فكان له عادة غريبة قوي، غير كل اللي فات وكل اللي انتوا سمعتوه، وهو النوم في المقابر. مين عارف ايه اللي ممكن يكون شافه هناك، او ايه اللي حصل ليه وساهم في تكوين شخصيته الشريرة المنحرفة دي، الله اعلم. المهم مشواره الاجرامي بيبتدي رسميا من سنة 1984، والضحية كانت 6 عجوزة. ريتشارد كان بيدور على بيت يقتحمه، ما لقاش اي بيت بشباك مفتوح الا بيت واحد، وده اللي دخله. وشاء ربنا تطلع صاحبة البيت 6 عجوزة موجودة في البيت لوحدها. فضل ريتشارد في البيت شوية من غير طبعا ما الست تحس، يعني دخل على اوضتها وهي نايمة وطعنها بالسكينة اللي معاه ودبحها، وبعد ما ماتت اعتدى عليها. الضحايا اللي بعد كده كانت شابة في الـ20، وفي بيتها صديقة ليها اكبر شوية. ريتشارد فاجئ صاحبة البيت بعد ما ركبت عربيتها في الجراج وضرب عليها رصاص، لكن الرصاصة خبطت في المفتاح وجرحت كمان ايديها. ريتشارد بعدها طلع على البيت وقتل صاحبتها، وصاحبة البيت هربت للشارع. ولما رجعت ريتشارد كان مشي. بعد الحادثة بكام اسبوع قتل راجل ومراته. السلاح كان مسدس، كام رصاصة في الراجل وكام رصاصة اطلقهم على الست، وبسببهم الراجل مات، لكن الست فضلت عايشة. لكنه كمل عليها بالسكينة ورسم رسومات على جسمها، وشال كمان عينيها من مكانهم. وبكده يا صديقي ريتشارد اتشهر من غير ما يتعرف هو مين بالظبط، السفاح اللي بيتسلل للبيوت وبيموت الناس، بالذات العواجيز، بيموتهم بدم بارد. ومن هنا الصحافة سمته بالمتعقب الليلي. الولاد والأحفاد بقوا بيباتوا عند جدودهم من خوفهم عليهم للمتعقب الليلي ده يستهدفهم. ده غير ان الشرطة عملت حملات كبيرة عشان يقبضوا عليه، لكن للأسف ما قدروش يوصلوا له، لأنه كان شاطر جدا في التسلل وقدر أنه هو يخفي أي دليل. وبسبب شطارته في ده كله حمام الدم استمر. بس بالمناسبة صاحبنا ده قعد فترة في فندق سيسيل المشهور بإيواء المجرمين وترحيبه بيهم. كان بيخلص جرائمه ويقلع هدومه برا الفندق ويتمشى بالملابس الداخلية المتلطخة بالدم، وبعدها ينام في أوضته عادي جدا، ومحدش كان بيسأله ايه اللي انت فيه ده. وفي رحلة من رحلاته الدموية دخل بيت راجل كبير ومراته، قتل الراجل الاول وبعد كده اعتدى على الست وقتلها. لكن ما اكتفاش بده، ده رسم نجمة الشيطان بدمهم على الحيطة، وده قبل ما يمشي. وفي مرة
ريتشارد قدر ان هو يدخل كالعادة البيت راجل، ضرب عليه رصاص وبعد كده ساب المسدس وابتدى بايده يضرب خطيبته، ومع ضربه ليها خلاها تقسم بالشيطان واعتدى عليها وسابها عايشة. سابها عايشة بعد ما وصاها ان هي تقول للشرطة ان المتعاقب الليلي عدى من هنا. ولما ريتشارد مشي من البيت، واحد من الجيران شافه وحس ان في حاجة غلط فصور عربيته. وفي نفس الوقت لما ريتشارد ساق عربيته وبعد مسافة كده معينة، الست اللي في البيت صرخت وجريت على جيرانها وقالت لهم يطلبوا الشرطة. بعد كده الراجل خطيبها ده اتلحق في المستشفى وعاش. الدكاترة قدروا ان هم يطلعوا الرصاص من دماغه. ومن وصف كارول الناجية على البلاغ كمان اللي اتقدم بيه اهل الولد اللي كتب ارقام العربية بتاعت ريتشارد، واللي من خلالها قدروا يوصلوا للعربية ولقوها متسابة كده على الطريق، الا ان هم رفعوا البصمات وقارنوها بالسجلات. وبسبب ده كله الشرطة اخيرا عرفت مين هو المتعاقب الليلي، اللي هو نفسه ريتشارد راميرز. وبعد ما عرفتهم بيه اتقبض على ريتشارد وبدأت محاكمته. اول حاجة عملها هو ان هو رفع ايده عشان يوري الحاضرين اللي عليها، وهي نجمة الشيطان، وقال يحيى الشيطان. بس الملفت بقى كانت تصرفات ريتشارد خلال الجلسات دي. بدل ما يكون خايف قلقان من مصيره، كان واثق جدا من نفسه، بيتصرف كأنه نجم صاحب اعمال فنية بديعة. ومن ضمن التصريحات اللي قالها، انا بستمتع بتقطيع الضحايا بتوعي، وبعدين بفضل ابص على وشوشهم وهي بتتحول للابيض، بعدها بيموتوا. بحب كمان المشهد بتاع الدم ده جدا. ولما صدر حكم الاعدام ضده قال، انا هرجع وهنتقم، الشيطان حي جوانا كلنا. لكن ريتشارد ما تعدمش، وده لان حكم الاعدام طول جدا وملحقش يتنفذ، ومات قبله بسبب السرطان. ودلوقتي شايفين التشابهات ما بين قصة ريتشارد وقصة منى؟ الاتنين قتلوا باسم الشيطان، الاتنين كانوا بيستعرضوا نفسهم وبيتصرفوا كأنهم نجوم في المحكمة، وكانوا فخورين جدا باللي عملوه، والاتنين توعدوا انهم هيرجعوا تاني وهينتقموا. والسؤال هنا هو ايه اللي حصل بالظبط معاهم؟ يا ترى الشيطان اتجسد لمونا وريتشارد وعمل معاهم صفقة، وعدهم بان هو يحررهم من اجسامهم وبشكل ما يخليهم يفضلوا عايشين في الارض وليهم قوة خارقة، وده مقابل ان هو يقتلوا بني ادمين بقى او عدد من البني ادمين بطريقة وحشية؟ هل ده موجود اصلا وبيحصل ولا لا؟ الحقيقة ان هم ما قابلوش شياطين، وسبب تقديسهم للشيطان ده هو تمردهم وغضبهم على الخالق. حاشا لله طبعا. بسبب ظروفهم، منى مثلا برغم موهبتها والفلوس كمان اللي كانت او اللي بقت كمان عندها، ما قدرتش تحقق حلمها، ما قدرتش تبقى مغنية عشان مقاييس الجمال في مجتمعها. وريتشارد ظروفه كانت قاسية جدا، اتربى في بيت فقير مع اب عنيف وابن عم سادي وجوز اخت مختل، والاسباب دي مع بعض خلتهم يتمردوا، يقدسوا كيان مظلم، كيان قدسوه اعتراضا على اقدارهم. لا وتخيلوا ان الشيطان هيرضى عنهم لو ارتكبوا جرائمهم، ولا هم كانوا بقى ببساطة مختلين. ريتشارد بسبب الظروف اللي اتذكرت وبسبب الخبطات في دماغه واللي وارد جدا تكون عملت خلل عنده، بقى مختل. ومونا نفس الحكاية، عشان صدمتها مع الواقع والثروة اللي جت لها من جوزها، مع تصديق المجتمع ليها ان هي ساحرة وليها قدرات، فصدقت نفسها، افتكرت ان هي بجد واصله جدا وبتشوف الشيطان وبيديها كمان اوامر وكده. انتوا ايه رايكم؟ هل هم مختلين متمردين، ولا بجد عملوا صفقه مع الشيطان وقتلوا عشانه؟ محتاج ان انا اعرف رايكم. وبكده تكون انتهت حلقه النهارده وتقرير النهارده. بشكركم شكرا جزيلا. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج الكهف. سلام عليكم.